أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام بكل خير وصحة وعافية. دوما أسعد بلقائكم في هذه المساحة الإعلامية الصحية حتى نتثقف في أبجديات الصحة، لأن الإعلام مهم جدا عندما نفهم نتفهم ونصل إلى تحقيق عديد الأهداف التي نستنفع بها جميعا. اليوم نتكلم عن موضوع هام لطالما سمعنا عنه خلال جائحة الكوفيد، المناعة. وما أدرك ما المناعة؟ اليوم كنا في الجزائر نتكلم عن هذه الأمراض كأمراض نادرة وشاذة، لكن حسب الخبراء في الصحة أصبحت اليوم منتشرة، صح التعبير. ما هي هذه الأمراض؟ ما هي أسبابها؟ وهل هناك أمراض تتصدر قائمة هذه الأمراض المناعية؟ وما هي سبل التشخيص والتكفل؟ اليوم معشر الخبراء في هذا الاختصاص يناشدون أن يكون دليل صحي لكل مرض مناعي حتى يتسنى للطبيب العام وحتى المختص أن يتم التشخيص المبكر حتى يتم التكفل بأسرع وقت. إذن محاور أخرى أسعد بمناقشتها وإياكم مع ضيفتي الكريمتين، البروفيسور عباسي كريمة داغور وهي أستاذة في الأمراض الداخلية ومختصة أيضا في الأمراض المناعية. مساء الخير وهيبة، مساء الخير لكل الجزائريين والجزائريات، نتمنى لكم كامل الصحة والعافية إن شاء الله. المناعة تحدثنا عليها كثيرا في الكوفيد، مهمة لجسم ونفس الإنسان. صحيح، الجهاز المناعي هو جهاز ما نشوفهوش، يعني غير مرئي، لكن يلعب دور كبير جدا في توازن الجسم وفي الحماية تاعو من كثير من الأمراض. إذا حبينا اليوم نتكلم على أمراض المناعة نقدر نقسمها إلى أربعة أقسام. بالنسبة للقسم الأول هي أمراض المناعة الذاتية، أمراض الالتهابات الذاتية، وأمراض الحساسية، وأيضا نقص المناعة. سنعود إلى كل هذه التفاصيل، لكن دعيني أرحب بزميلتك أيضا وهي الدكتورة مزيان أمينة وهي أستاذة مساعدة في الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية سعد حساني. أهلا وسهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم. الله يسلمك. المناعة، قبل أن نخوض في كل حيثية هذا الموضوع، هل المناعة نقول أنه تشاع عند عامة الناس أنه الاكتئاب أو الحزن أو ستريس كما مشاع في المجتمع يحبط المناعة؟ طبعا احنا عندنا كثير من الاسباب اللي راح تلعب دور مهم باش تنقص المناعه عند الانسان. دونك نورمالمون الجهاز المناعي تاعنا هو اللي راح يدافع على جسم الانسان كونتر الجراثيم الميكروبات. دونك في الامراض المناعيه يكون خلل في هذا الجهاز المناعي، دونك يولي هو يهاجم جسم الانسان، دونك يولي يهاجم الاعضاء ويكون عندنا دونك ينتج اجسام متضاره تتلف الأنسجة ورح تتلف هذه الأعضاء. والأسباب اللي تؤدي إلى ضعف ونقص في المناعة هي أسباب متعددة. تقدر تدخل فيها أسباب جينية، يقدر يدخل فيها عوامل خارجية كيما ليزانفكسيون، دونك كيما ليزانفكسيون دونك الميكروبات، كيما باغ اكزومبل تاني التدخين، كيما يمكن تكون أيضا عوامل خاصة صديق عند المرأة نسبة الأستروجين الهرمونات. دونك هناك عدة أسباب هي صادير ملتي فاكتوريال، كاين كثير من الاسباب متعدده اللي راح تؤدي الى نقص هذه المناعه. من بين يعني كما ذكرتي وهيبه، من بين هذه العوامل الخارجيه هي لو ستريس والاكتئاب. الاكتئاب يؤدي في بعض الاحيان الى اعراض، يعني نقولوا حنايا ربما الانسان ما يتصورهاش، ربما يؤدي إلى جلطة في القلب، يؤدي إلى اختلال على مستوى عمل على عضلة القلب، وهذا الاكتئاب الشديد من بين أيضا الأسباب الجهاز المناعي وعمل الخلايا اللي يسموهم بلغة الطب الليمفوسيت يختل إلى درجة أنه الإنسان يصبح معرض إلى وجود أمراض المناعة الذاتية، وجود هذوك لي زوتو انتيكور. لانه تفشل هذه الخلايا ام ماذا يحدث؟ يحدث يعني بصفه دقيقه اختلال في العمل، ما تعودش يعني فعاله وما تدافعش على الجسم بصفه جيده،
نقولوا حنايا لا ستكتور تاعها ولا الوظيفه تاعها تختل وتعود ما تقدرش تتعرف على خلايا الجسم، يعني تصبح تخلط بين خلايا تاع الجسم في حد ذاته وبين بين ميكروبات ولا فيروسات، ولهذا يتم مهاجمه هذه الانسجه من طرف الخلايا المناعيه للعمل تاعها اختل. وايضا هذاك الاختلال في الوظيفه يؤدي ايضا الى الزياده في خطوره الاصابه بالفيروسات وبالميكروبات. وشفنا يعني عن طريق يعني الخبره السريريه انه وقت الكوفيد صحيح الناس اللي كان عندهم ستريس كبير وكان التكفل البسيكولوجي تاعهم ماهوش يعني نقولوا حنايا ناجح جدا، هذوك اللي عندهم اكثر اكتئاب واكثر ستريس هما اللي داروا اكثر مضاعفات. يعني بروفيسور عباسي، هذا السبب من الأسباب التي يمكن أن تفتح نافذة الأمراض المناعية لدى الإنسان، وبالتالي عرفنا اليوم أنه من الممكن تفاديها، يعني هذا السبب يمكن أن يتفادى بممارسة الرياضة والتقليل من الاكتئاب والضغط أيضا. صحيح، اليوم الضغط والتوتر ينتج عليه الكثير من الأمراض، يعني بين الأمراض هي أمراض المناعة الذاتية، أمراض القلب وخاصة الجلطة، يعني هناك هذوك لي بلاك هذوك يعني الكوليسترول اللي مترسب على مستوى الشرايين نتيجة هذاك لو ستريس والاكتئاب اللي يكون مفاجئ، تفتح هذيك لا بلاك وتؤدي إلى انسداد العروق تاع القلب. ارتفاع الضغط الدموي أيضا، ارتفاع السكري، يعني نقول هو سبب يعني كوما ولا مشترك. نفس مشترك في العديد من الأمراض. وجدته يعني في التحقيقات اللي عملتوها مع المرضى. وخطورة أيضا ليزانفكسيون، يعني كما نذكر يعني سبب يعني بسيط كما الزونا هو مرض فيروسي اللي يخرج يعني على مستوى الجلد، وهذا هذا المرض الفيروسي يقدر ينتشر ويقدر يتفاقم مع وجود عامل التوتر. نعم، إذا بالإضافة إلى هذا العامل تكلمت عن العوامل الأخرى الجينية، مثلا التدخين، هل ممكن أن تفهمونا في هذا المحور؟ بالنسبة للعوامل العامل الوراثي عامل مهم جدا، يعني الأبحاث راهي ما زالت يعني مستمرة لحد الآن بخصوص الكثير من أمراض المناعة الذاتية. كاين بما نقولوا احنا بلغة الطب هو ان فاكتور ملتيبليكاتيف، يعني اللي راهو يضاعف نسبة الإصابة. إذا كان نتكلموا مثال على الناس اللي التوأم مثلا، توأم مصاب بمرض، واحد فيهم مصاب بمرض ليبيوس ولا مرض الذئبة الحمراء، احتمال الإصابة تاع خوه كبيرة جدا، يمكن الأخوه يعني 10 مرات عنده في التوأم الحقيقي، عنده 10 مرات نسبة تاع الإصابة بنفس المرض. يعني لا فامي كيكون إنسان عنده هذه لا تيرويديت، يعني نقولوا حنا هو مرض من مناعة، مرض مناعة ذاتية، إذا كان الأخ ولا الأخت عنده التهاب في الغدة الدرقية احتمال أيضا يكون في نفس العائلة أشخاص أخرين يمرضوا بنفس المرض. نعم، بالإضافة إلى هذه الأسباب هل هناك عوامل أخرى؟ طبعا هناك العديد من العوامل، عندنا العوامل الجينية كما سبق وقال البروفيسور عباسي، كاين أيضا عوامل خارجية كما الفيروسات، كما الأمراض صديق الأمراض الفيروسية، دونك كاين عوامل أخرى كما التدخين، كاين أيضا عوامل يكون خلل في المناعة في المناعة، كاين أيضا بعد باغ إكزومبل الأدوية، الأدوية اللي تقدر تؤدي إلى ضعف المناعة ولا تؤدي إلى ظهور مرض ما. بصح هي باش نقولوا كاين سبب واحد، ماكاش سبب واحد، مجموعة من الأسباب، خاطش مثلا كاين مريض ياخذ دواء معين يقدر يدير له مرض مناعي، مثلا مرض الذئبة الحمراء، لا مالادي لوبيك، كاين إنسان واحد آخر ياخذ نفس الدواء وما يديرش هذا المرض، دونك هي سي ملتي فاكتوريال، كاين العديد من الاسباب والعديد اللي راح تؤدي الى ظهور هذه الامراض. تكلمتوا على الفيروسات، كيف لنا ان نفهم يعني هذه الفيروسات التي قد تتسبب في نجوم هذه الامراض؟ هي الميكروبات بصفه عامه، يعني بكتيريا فيروس يعني ولا نقولوا حنايا لي شامبينيون ولا لي بارازيت، هذوما لما يدخلوا للجسم الجهاز المناعي خلايا هذيك تروح تتعرف على هذاك الفيروس ولا البكتيريا باش تقضي عليه. كاين هناك بعض
الانسجه، هذيك النسيج اللي راه في الفيروس يشبه النسيج كما في الجسم الانسان. مثلا اذا نذكروا مثال بسيط، هذاك البكتيريا تاع ستريبتوكوك، المكونات الغلاف يشبهوا ايضا المكونات غلاف المفاصل وغلاف القلب. واش يحدث في الجسم؟ انه الخلايا المناعيه لهذوك لي لينفوسيت يخلطوا بين البكتيريا وبين النسيج تاع الجسم ويهاجموا في نفس الوقت البكتيريا والنسيج الجسم، وهذا يؤدي الى انتفاخ على مستوى المفاصل، اوجاع الام المفاصل ايضا، وفي بعض الاحيان ايضا تشبه ايضا صمامات القلب لي فالف كاردياك، وهذا يؤدي الى التهابات ايضا على مستوى القلب. نعم، سنعود الى هذا الحوار الشيق، لكن دعونا نتابع واياكم روبورتاج من اعداد الزميله نسيمه يعقوبي، ثم نعود. نحن هنا بمصلحة الطب الداخلي بمستشفى محمد الأمين دباغين بباب الواد. أكثر من 1000 حالة استشفاء تم التكفل بها عام 2023 هنا بهذه المصلحة التي عرفت ضغطا كبيرا للمرضى، خصوصا في فترة ما بعد الكوفيد، حيث تم الكشف على عديد الأمراض الجديدة والمتعلقة بالمناعة الذاتية. أمراض المناعة الذاتية تنقسم إلى العديد من الأنواع أيضا. هناك أمراض المناعة الذاتية اللي تقيس جميع الأعضاء، هذا ما نسموه حنايا لمالادي سيستم، يعني تقيس القلب، الرئة، الكلى، الجهاز الهضمي، الجلد، المفاصل. من بين يعني الأمثلة اللي نقدر نسموها هو مرض الذئبة الحمراء، ولا اللوبيوس، يعني هذا التيرم يعني اللي يستعملوه بزاف المرضى. هناك يعني عدد كبير من المرضى اللي مصابين بهذا المرض اللوبيوس اللي نتكفلوا بهم في مصلحة الطب الداخلي، والحمد لله عندنا يعني الإمكانية في التشخيص والتحاليل الخاصة بالتحليل المناعي الخاص للكشف عن هذا المرض. أمراض المناعة الغير ذاتية أو الالتهابية، وهو الالتهاب الذي ينتج بفعل اختلال مناعة الجسم، ونوع آخر من أنواع الأمراض المتعلقة بالمناعة، والتي تسهر هذه المصلحة على التكفل بمرضاها. إمكانات للتشخيص سخرت للكشف عن هذه الأمراض. نحن يعني مختصون في هذا النوع من الامراض، سي لي مالادي اوتو انفلاماتوار، يعني الالتهاب اللي ينتج نتيجه اختلال في مناعه الجسم ويؤدي الى روماتيزم، وانواع مختلفه جدا من الروماتيزمات. من بين هذه الروماتيزمات لا مالادي دو ستيل، هو نوع من الروماتيزم اللي يقيس يعني الصغار، يقيس الاطفال، ويقيس ايضا الفئه الشباب، وتم اكتشافه على سميناه مالادي دو ستيل. هو نتيجه انه الطبيب الاول، طبيب انجليزي، اللي اكتشف هذا المرض عند الاطفال، وتسمى المرض على اسمه مالادي دو ستيل. وبعد سنوات من بعد لقاو بلي المرض هذا يقيس ايضا الشباب ولي جون ولي زادولت. كابيلاروسكوبي هذا ستان اكزاما، شغل هذا الفحص يخلينا نفحصوا الشعيرات الدمويه الدقيقه تاع الاصابع. هذا الفحص يمكننا باش نشخصوا عده امراض ونكونوا ديجا اوريونتي ليهم. هاد الامراض اللي هما امراض المناعه الذاتيه كما لا سكليرودرمي، لا ديرماتوميوزيت، لا كونيكتيفيت ميكست. هذا ويرجع أهل الاختصاص أسباب هذه الأمراض إلى أسباب وراثية وهرمونية، إلى جانب القلق والتدخين. حكيت على الأعراض، على الافتكار للنضولي في بارتو، الحمى اللي ما راحتش، هي قلت لها ارتيكير والحمى ودولور ارتيكولور، ولا غير ميم با اسبوع قالوا لي واقيلا شكيله في مرادي دو ستيل. رحت اول مره نسمع بها، ومن بعد داروا لي لا لاباط، نحاو لي ان غونغليون باش يشوفوا اسكو عندي تيبيركولوز ولا ما عنديش، باش يقدروا يعطوني لي كورتيكويد. كي خرجت لا لاباط الحمد لله هاي طولي، دخلت
دخلت ان شاء الله دخلت هذه لا مالادي درت لي لاف لا ماسو بارتو لي جاما تاع الكبده كانوا بزاف طالعين حتى بروفيسور عباسي درت لي لا بيوبسي تاع الكبده لي غير الحمد لله ما عندي والو بعد داولي بتريتمون بتريتمون تريتمون رشت اوت بين بديت بدات لا مالادي تاعي وداويت اربع شهور ونص هما اربع شهور ونص دوك الحمد لله هاني نجي لي كونترول هاني بالدواء جات من عين صالح جات مريضه جات في جانفي والحمد لله جات مني واعيه بصح يا ربي لك الحمد الحمد لله واش كان عندك نقدر يا دي كان عندي اعصاب وكل شيء وقلب وطاسيون وسكر وكلش ما بقات حاجه قال لي ما في والحمد لله دوك الحمد لله اللهم لك الحمد قعدت هنا شهر وعشر ايام في غرداي جيت هنا قعدت شهر وليت في العين صالح ولي جوي أربعة أشهر قيدية أربعة أشهر قعدت في عين صالح هذا وين جيت قالوا الخميس الجاي إن شاء الله نخرج. مصلحة تستقبل عديد المرضى ومن كل الولايات، حالات تأتي في معظم الأحيان في مراحل متقدمة من المرض، وعليها التشخيص المسبق ضرورية من أجل علاج فعال. بالفعل نسيمة يعقوبي، التشخيص المبكر دوما نقوله في الحصة أنه مفتاح الفرج نوعا ما للمريض وحتى للطبيب. يعني تابعنا أنه العديد من المرضى يأتون من كل يعني من كل ولاية، سنعود إلى هذا الموضوع، لكن بروفيسور عباسي تكلمنا على بعض أنواع المرض، ما هي الأنواع الأخرى؟ أنواع أمراض المناعة نقدر نقسمها إلى أربع أقسام كبار. الأمراض المناعة اللي تخص الحساسية، والحساسية يعني تتفرق، وهناك يعني أطباء مختصين في هذا الجانب، جانب الحساسية اللي فيها العديد يعني من الأمراض الداخل. النوع الثاني هي أمراض المناعة الذاتية، وإنه كاين هناك أجسام مضادة، يعني نديروا التحليل في الدم ونكشف على هذه الأجسام المضادة اللي تخلينا نشخصوا بسهولة أكثر المرض. هذه أمراض المناعة الذاتية. أمراض الالتهابات الذاتية لمرضي أوتو إنفلاماتوار نقدر نقولوا هذا من الأمراض القدام جدد. هناك أمراض قديمة يعني معروفة منذ سنوات عديدة، وكان هناك أمراض لحد اليوم يتم اكتشافها. هذا التطور التحاليل الجينية يخلي كل سنة يكتشفوا أمراض جديدة في المرضي أوتو إنفلاماتوار. والقسم الرابع هو النقص في المناعة، نقص شديد في المناعة، هذا يكون عنده علاقة بالوراثة. كاين الناس ينزادوا ناقصين مناعة ويمرضوا بزاف بالإنفكسيون ميكروبات ليزونجين بزاف ليسينيزيت بزاف ليبرونشيت بزاف. لما الإنسان يعني خاصة الأطفال ليزادوليسون يمرضوا هكذاك بزاف بالميكروبات لازم يشوفوا الطبيب، وهذاك الطبيب حيعطيهم تحاليل خاصة باش يكشف على نقص المناعة. نعم بروفيسور، قبل أن نعطي الكلمة للزميلة الدكتورة مزيان، لماذا الأمراض المناعة الذاتية عندها الأجسام المضادة بينما الأمراض المناعة الالتهابية إن صح التعبير ما عندهاش أجسام مضادة؟ لأنه الميكانيزم تاع كل مرض يختلف تماما على المرض الآخر. بالنسبة للأمراض المناعة الذاتية الأساس هو وجود أجسام مضادة، هذيك الخلايا تهيج في الجهاز المناعي، تهيج في الخلايا المناعية لتصبح تنتج هذوك الأجسام المضادة واللي اللي يطاكي ولا اللي يهاجموا الأنسجة والأعضاء تاع الجسم. بينما في المرض أوتو إنفلاماتوار ولا الالتهابات الذاتية اللي نعتبرها نوعا ما روماتيزمات، لأنها الشباب ولا الأطفال اللي يجيو بالحمى بزاف، الآلام على مستوى المفاصل، انتفاخات على مستوى المفاصل. في هذه الأمراض هناك اختلال أيضا في عمل الجهاز المناعي، لكن نتيجة تهيج هذه الخلايا اللي اسمها خلية الماكروفاج اللي تصبح تعمل بصفة كبيرة جدا وتنتج مواد التهابية لتؤدي إلى التهاب المفاصل وأعراض أيضا جلدية، لكن ما كانش إفراز للأجسام المضادة. لما نكشفوا على الأجسام المضادة ما نصيبوهاش، وفي هذه الحالة
الحاله نفكروا اي اكثر انه يكون خلل في مستوى على يعني نوع الامراض هي لمرضي اوتو انفلاماتوار ولا الالتهابات الذاتيه. ولهذا نقدر نقولوا حنايا دائما نروحوا بالرغم من نفكروا بلي لا مالادي هذه راهي اوتو انفلاماتوار التهابيه نكشفوا في الاول على الاجسام المضاده. كي ما نلقاوش كاع الاجسام المضاده نروحوا نديروا التحاليل الجينيه في بعض الاحيان باش نكشفوا على لي مالادي اوتو انفلاماتوار. نعم. والتحاليل الجينيه مشكله اليوم في الجزائر دكتوره مزيان. طبعا احنا التحاليل الجينيه ما راهيش متوفره بصفه صديق ما راهيش بسهوله يعني. ما راهيش بسهوله دونك بعض الاحيان المريض يتجه صديق مخابر خاصه وين باش تقوم بالحوسو على الجينات اللي راح تساعدنا باش نحطو ونشخصو هذا المريض. مهمه جدا بروفيسور عباسي. مهمة جدا ونتمنى يعني نوجه نداء يعني للسلطات الخاصة والوزارة الصحة أنه يكون على الأقل مركز خاص ليكشف على الجينات الخاصة بالمالادي أوتو إنفلاماتوار. لأنه لما نفكروا يعني في يعني نفكروا ونشكوا في مرض أوتو إنفلاماتوار لازمنا تحليلات جينية دقيقة باش نتأكدوا من نوع المرض. وهذا المرض مزمن يعني الإنسان حيمشي به طول حياته. يسمع الفارق التحليل الجيني صحيح يسرع في التشخيص وأيضا الأدوية يدقق. هناك الأدوية أيضا الأدوية اللي لازم الإنسان يتناولها مدة طويلة مدة طويلة جدا سنوات ولا أكثر نقدر نقوله مدى الحياة في بعض الأحيان. لأنه إذا حبسنا هذا كان هناك خلل جيني لسبب في وجود اختلال على مستوى الخلايا وإفراز بصفة كبيرة جدا المواد التهابية وهذا مزمن يعني الإنسان ما قدرش يعني يعيش به يعني بسلام. نعم. ولازم له الادويه يتناولها مدى الحياه. نعم. والخطر يعني من بين يعني عوامل الخطوره هو الوصول الى قصور كلوي. ما عندهاش يعني نقولوا حنايا شهرين ولا في شهر جويلية جاء شخص يعني عنده قصور كلوي يدير في لادياليز اللي سبتو لاميلوز. هذه نعتبروها مرض لاميلوز هي مضاعفات الامراض الالتهابيه. هو مضاعف من مضاعفات لمالادي اوتو انفلاماتوار. كاين هذا مرض يسموه الحمى المتوسطيه العائليه لا مالادي لا فيفر ميديتيرانيان فاميليال. تالما يعني الجسم مده سنوات وهو في الالتهابات تقيس الكلى نتيجه ترسبات هذيك الالتهابات تترسب على مستوى الكلى. كاين ماده يسموها لابروتين اميلويد. هذه الماده تنتج نتيجه الالتهابات المستمره مده سنوات. تنتج هذيك لابروتين اميلويد وتترسب على مستوى الكلى وتؤدي الى اتلاف عمل الكلى. والمرضى نلقاهم في الهيموديالز. والدوله اليوم راهي تصرف يعني اموال باهظه على عمليه الهيموديالز اللي راهي مدى الحياه. وكان من المستحسن ان مثلا في بداياته يستعان بهذا التحليل الجيني وتحديد الأدوية. هو المريض جاني وعلاش باش يروح باش نوجهه يروح يدير لافيستول. هو لافيستول تاعو هذيك وين يديروا الهيموديالز. نعم. صرا فيها خلل باش نوجهه حنا يروح يدير لافيستول هذيك. لما عاودت يعني سالته قلت له واش المشكل تاعك كيفاش حتى الكلى تاعك اتلف وهكذا قال لي راهم داروا لي واحد التحليل ولقاو بلي عندي لاميلوز. لاميلوز مين جاتك لاميلوز؟ قال لي ما على باليش مين جاتني هذه لاميلوز. لما عاودت سالته قلت له هل يجيك الم في البطن؟ اسكو تجيك الحمى؟ اسكو هكذا كاين اوقات وين تروح لازم دير الدواء في لي زورجونس؟ قال لي نعم. قلت له باباك؟ قال لي كيف حتى الاب تاعو كان عنده الم على مستوى البطن بصفه دوريه لكن الاب تاعو ما لحقش لي مودياليز. هذا يعني من بين نقولوا حنايا الحاجات اللي ماهيش مفهومه. نعم. جدا في الطب يعني كاين وحيد يلحقوا لي مودياليز وحيد ما يلحقوش لي مودياليز نتيجه النوع الطفره الوراثيه. وهذا قمنا بتوجيهه باش يدير يعني تحاليل اكثر دقه واتضح انه بالنسبه للاميلوز تبين نوع اللاميلوز هل هي نتيجه مرض التهابي او لا. وهذا يعني النوع من المرضى عندهم فرصه الشفاء كما كنا نتحدثوا يعني من قبل. قلنا يعني في باتنا الحمد لله راهم يديروا لا غريف رينال وراهي تطورت. نعم. يعني في صحيح نوجه لهم
مفتاحيه. صحيح. صحيح بروفيسور العباس، يعني بعدين نتكلموا على الانواع الاخرى. تكلمتوا على التشخيص وشفنا في الروبورتاج انه عديد الحالات تاتي في مرحله متاخره. اليوم هل هو غياب التكوين فيما يخص تشخيص هذه الامراض، ام يعني الوسائل المستعمله؟ ما هي الاسباب التي تجعل من المريض ياتي متاخرا الى الطبيب المختص؟ احنا الهدف ديجا احنا تاعنا لازم نحبوا نحطوا التشخيص يكون مبكر، بس كي يكون تشخيص مبكر نحطوا الدواء اللي يلزم مبكر ونتفاداو المضاعفات. دوكا كاين بزاف في بعض الحالات نتلقاو المرضى سواء هما ما يجوش لعندنا الفحص، ما يجوش بصفه مبكره، دونك الاعراض تروح، سينو واش نعيطوا لها ليغونس دياغنوستيك، سادير تلمو هي امراض نادره بارفو، سادير يجوزوا عند عدة أطباء مختصين. وثاني تخاطش هي أيضا أمراض ماشي مختصة في عضو واحد، يقدر يكون عنده العديد من الأعضاء اللي تكون مقيوسة بهذا المرض. دونك أشاك فا يروح إذا عنده بروبلام تاع القلب يروح عند طبيب القلب، طبيب الكلى. دونك نصيبوا مرضى يدوروا على العديد من الأطباء. تكلمتي على حالة الطفل اللي كان عنده ألم في البطن لمدة طويلة. لمدة طويلة كان عندنا بزاف من المرضى يجونا، مثلا هذاك الطفل اللي كان عندنا صديق في مصلحة الطب الداخلي، هو كان طفل عنده ألم في البطن عنده حمى، دونك لا فيفر ميديترانيان، مرض الحمى المتوسطيه العائليه. دونك هو كي يكونوا عنده الام جينيرالمون وين يروحوا لي زورجونس، الام يخافوا بارفوا كاين هاد المرضى تن يؤدي مام يديروا عمليات جراحيه باسكو يخمو تلمو هذاك الالم يكون الم شديد موضعي فوالا، دونك يؤدي مام الى عمليات جراحيه. دونك وكم هذا المرض نادر صديق لازم يخمو فيه، لازم الاطباء يخمو في هذه الامراض النادره. نعم. هل هو صعب التشخيص؟ ما عندوش يعني اعراض كلينيكيه؟ هو الاعراض هي اون جينيرال ما كاش اعراض معينه، هي الاعراض هي الحمى، يكون عندهم الم خاصه في البطن، يقدر تكون الم في الصدر، الم في المفاصل. دونك حنا صديق مام حنا دوكا في التكوين كاين حاجه مليحه وحاجه جديده في التكوين البيداغوجي للطبيب الطبيب العام ودرجت درنا موديل تاع الامراض النادره والامراض المالاديت سيستم. دونك الامراض السنة السادسة. نعم. فوالا دونك ودريجا الحمد لله صافي سنة اون اني ملي بدينا ندرسوهم. يعني هذا يعني بعد أن طلبتم به لأنه هناك نقص في تشخيص ومعرفة هذا الداء. صحيح. شكرا وهيب على السؤال، يعني السؤال وجيه أنه هذه كما قال الدكتور مزيان هذه الأعراض وهذه نقولوا احنا العوامل تخلينا نفكروا باللي أنه هذا المريض يقدر يكون عنده المالادي أوتو إنفلاماتوار اللي هي الحمى وألم في المفاصل وألم على مستوى البطن على مستوى الصدر. العرض الثاني هو الحمى. العامل الثالث هو وجود حالات في العائلة، إذا كان يمه خالته، لهذا يعني نطلبوا من الأطباء المقيمين أنهم يديروا لنا شجرة العائلة ويحدوا بصفة خاصة شكون اللي راه مريض في العائلة هذيك، هذا يساعد يعني بشكل كثير. والعامل الرابع هو وجود التهابات لما نديروا التحليل تاع الدم، نلقاو لا سي ار بي طالعه، نلقاو هذوك الكريات البيضاء نلقاهم طالعين. هذه العوامل تخلينا نفكروا بالبحث تتعمقوا في تخلينا نفكروا باللي هذا الانسان. وايضا عامل اخر مهم هو لا بيريوديسيتي دي سيمبتوم، يعني نقولوا احنا المراحل اللي تظهر فيها، نقولوا احنا كل شهر عنده ثلاثة أيام ربع ايام يكون مريض بزاف، يروح لي زورجونس يدير تشيكات هذوك، من بعد يعود مليح أسبوعين راه مليح، من بعد كيف يعاود له هذوك الآلام تختلف مدة المرض من مرض إلى آخر. نعم. لأنه هناك يعني الكثير من الأنواع، لكن هذه التوجيهات تخلينا نفكروا بأنه يقدر يكون الإنسان عنده احتمالية هذا الداء. نعم. من بين الأنواع هذه الأمراض المنتشرة هناك الذئبة الحمراء، لماذا سميت بالذئبة الحمراء؟
راه من بين اهم الامراض الروماتيزيه اللي نتكفلوا بها في الطب الداخلي هو مرض الذئبه الحمراء. دونك سمي ذئبه حمراء خاطرش يكون هناك في الجلد احمرار على مستوى الانف والخدود. فوالا سي بور سا يعيطولو هذاك الفيسبيرتيليو هذاك الاحمرار. لماذا يكون الاحمرار وماذا يحدث يعني في الجسم؟ الوغ مرض الذئبه الحمراء هو مرض مزمن، هو مرض يقيس المناعه الذاتيه. دونك جينيرالمون واش يكون عندنا يقيس بزاف الشباب خاصه النساء. دونك مرض الذئبه الحمراء يقدر فيو كان خلل في المناعه. الو قلنا الجهاز المناعي نورمالمون يدافع على جسم الانسان، هنا واش راح يصرى؟ الجهاز المناعي ما يتعرفش على الاعضاء، دونك واش يدير؟ هو اللي راح يهاجم هاد الاعضاء. يكون عندنا اجسام مضاده، هاد الاجسام المضاده تتلف الانسجه. دونك سوا يكون عندنا اعراض بسيطه، مثلا في الجلد يكون عندنا الاحمرار، الاحمرار هذاك اللي قلنا الفيسبيرتيليو. والشمس ايضا، الشمس عندها دور، الشمس ايضا فهو الشمس تكون حساسيه من الشمس. ما لازمش هاد المرضى ما لازمش يتعرضوا للشمس. حساسيه يعني الحكه ام تتضاعف؟ احمرار والاحمرار. نعم. الاحمرار يعني نطلبوا من هذوم المرضى ما يتعرضوش لاشعه الشمس. الشمس. نعم. ويديروا هذيك الباقي الشمس يعني بصفه كبيره جدا. لأنه إذا تعرضوا لأشعة الشمس هي من بين العوامل للإصابة بالليبوس كوتاني، يعني من بين حتى العوامل، من بين العوامل اللي تخلي الإنسان يتقاس بالهذه بالذئبة على مستوى الجلد هي اليزيوفي، يعني تعرضه بصفة كبيرة وطويلة لأشعة الشمس. نعم. وبالتالي حذاري. دونك يقدر يقيس الجلد، فروه الراس يكون تساقط في الشعر، يقدر يقيس المفاصل، دونك يكونوا الاجسام مضاده ضد المفاصل، يكون عندنا الام في المفاصل ولا تورم في المفاصل. ونقدروا نكون عندنا اعراض خطيره اكثر، دونك يقدر يقيس الكلى، القلب، الكبد والجهاز العصبي، وحتى الدم، نقص في الصفائح الدمويه ولا الكريات البيضاء او الحمراء. دونك حنا شنو هو الميساج اللي نقولوه للمالات تاعنا؟ نقولوا لهم بليك ماشي لازم المريض يكون عنده كل الاعراض، دونك كل مريض واش من الاعراض اللي يكونوا عنده. دونك حنايا باش نشخصوا المريض يكون عندنا الاعراض، وثاني تنديروا تحاليل مناعيه، دونك يكون عندنا اجسام مضاده هي اللي تسمح لنا مع الاعراض باش نشخصوا هذا المريض عنده الذئبه الحمراء. دونك حنا اون فوا يكون عندنا هذا المريض يكون عندنا التشخيص نتبعوه، لازم المتابعه تكون بصفه مستمره خاطش هادوما امراض مزمنه. وكيما سبق وقلت توشي بزاف النساء لاج جون لا فام جون، دونك ديجا كاين بين قوسين فيما يخص الحمل عندهم. حنا نطلبوا منهم باش يجوا للفحص قبل الحمل باش نشوفوا اسكو الوضع تاعها يسمح لها. فوالا اسكو المرض راهو في خمول، ما كاش نشاط في المرض، اسكو الادويه اللي تاخذها توالم الحمل. وطبعا نقول لهم يكون عندنا تتبع اونتر لانترنيست وجينيكو، لانه يمكن يكون اضرار الحمل. نعم، الحمل من بين الاسباب اللي راح تدير تسبب نشاط في المرض. دونك حنا كي تكون زياده في الهرمونات من بين احنا نقولوا مضاعفات تقيس المرض وتقيس المراه وتقيس الطفل، حتى الطفل. نعم. في وقت واحد يعني المرض يكون هناك تهيج في المرض هذا الذئبه، يعني في نقولوا احنا في وقت الحمل، والخطر الاخر يعني يصيب ايضا الطفل بامكان الطفل يصاب يعني ب لابريماتوريت يعني زاد قبل الوقت، بامكان يكون هناك ضياع يعني في الطفل، يعني المرأة تطرح يعني قبل الوقت، بإمكان يكون يعني وفاة يعني للطفل. لهذا التتبع لازم يكون من قبل لا غروسيس وفي وسط يعني الحمل. احنا تتبع المرأة الحامل عنده فحص يعني مخصص، ونشوفوها تقريبا كل شهر، ونراسلوا تكون مراسلات مع جينيكولوج يعني اللي يتبع تنسيق الطفل. يعني نعم. تنسيق اللي يتبع الطفل ويتبع المرأة، واحنا ايضا نتبعها. نعم. في نفس الوقت. نعم. نسبة كبيرة من المرضى والمريضات عندنا نسبة كبيرة من بين الأمراض المناعة الذاتية الأكثر شيوعا، دونك مرض الذئبة الحمراء،
وفوالا دونك سي بور سا حنا لازم نتبعوهم، لازم هي هو المرض كيفاش التطور تاعو يكون فترات، كاين فتره وين يكون المرض في نشاط دونك تما لازم احنا نخافوا خاصه الكلى، خاصه كيقيس الكلى نخافوا عليهم يكون في نشاط حسب الاعراض حسب الاعضاء اللي تتقاس. وكاين وين يكون في خمول دونك وين بالدواء ياخذ المريض ياخذ الدواء تاعو، هناك ادويه على حسب الاعراض على حسب العضو اللي يتقاس. ما هي البروتوكولات يعني العلاج؟ لا أقول العلاجية ولكن للتخفيف من ال نعم. وهناك عدة أدوية، كاين هاد الأدوية جينيرالمون واش دير تموديفي المناعة. دونك هاد الأدوية الهدف منها هو تغيير المناعة. تقلل من المناعة باش المناعة ستادير ما تتاكيش هاد العضو. نعم نعم. بروفيسور عباسي، فيما يخص الأمراض الأخرى اللي شفتوها منتشرة اليوم في الجزائر، وهناك حتى أطروحات لك وللعديد من الزملاء فيما يخص هذا المحور. بالنسبة للأمراض المناعة الذاتية كما قال الدكتور مزيان، كاين هذا مرض الذئبة الحمراء من بين الأمراض المناعة الذاتية الأكثر انتشارا. هناك أطروحات الدكتوراه يعني في عنابة يعني بروفيسور بوخريس، هنايا أيضا في على مستوى الجزائر بروفيسور تحربوشت. كل يعني بما يخص يعني مصلحة واحدة كاين هناك من 200 إلى 300 مريض، يعني عدد يعني نقدر نقولوا 200 300 مريض مثلا في أطروحة دكتوراه واحدة. هذوما المرضى يتم يعني جمعهم على مدة سنوات، يعني ماهيش في سنة واحدة، هما يتبعوا في مصلحة واحدة على مستوى العديد مدة يعني عديد من السنوات. يعني كاين مرض الذئبة الحمراء، كاين روماتويد لا بوليارتيت روماتويد، يعني مرض الروماتويد يعني بالعربية، هو أيضا من بين الأمراض الروماتيزمية والمناعية الأكثر انتشارا. كما نقولوا للمرضى مرض الروماتيزم تاع النشاف اللي هو لوغوجرو سوكران، هذا أيضا من بين الأمراض، جفاف العين، جفاف العين، جفاف الفم، جفاف الجلد، آلام على مستوى المفاصل، عياء شديد. في كثير من الأحيان ما كانش هناك الكثير من الأعراض، وتخلي الطبيب يقول بالك للمرأة راها حالة نفسية، راها بالك انقطاع الدورة في سن يعني سن اليأس، لكن لازم ننتبهوا لأنه هذاك النشاف يقدر يكون عنده علاقة مباشرة، يعني يكون نتيجة مرض هذا مرض الروماتيزم تاع النشاف هذا الجوكران، ويقدر يكون عنده أسباب أخرى هذاك النشاف، لأنه يقدر يكون نتيجة انقطاع الدورة في سن اليأس. يكون بعض النشاف مع السن يجي هذاك النشاف. أيضا الناس اللي عندهم مرض السكري يقدر يكون عندهم أيضا النشاف، وهناك بعض الأمراض الأخرى كما لا ساركويدوز ولا الأميلوز اللي يمدوا أيضا النشاف. وبالتالي ما هو الطريقة؟ الحاجة الأولى أنه هو الكشف. الإنسان لما يحس اضطراب في عينه، يحس الدموع ما كانش، يحس احمرار على مستوى العين، يقول لك أنديريك عندي رمل في عيني، ما عندوش الريق، لازم يشرب الماء باش يجوز الماكله، هذاك يروح يشوف الطبيب الداخلي. نعم. الطبيب الداخلي حيفحصه، هو المرحلة الأولى هي الفحص. المرحلة الثانية هي التحاليل، حيشوف السن، يشوف هل هناك سن يأس، هل هناك سكري، هل هناك إنسان يعني راه كبير في السن اللي جاه النشاف هذاك، هل هناك أمراض فيروسية ليباتيت بي، ليباتيت سي، لاشي في، هذو كاع يمدوا النشاف، يدير لي سيرولوجي تاعو. إذا كان كلش راه مليح يفكر في هذاك الروماتيزم لا مازيد جوكان، يدير التحليل الغدد اللعابية على مستوى الفم، ويدير التشخيص عن طريق ليزونتيكور، يعني الكشف على الأجسام المضادة في الدم. هذه الأجسام المضادة اللي تخلينا نتأكدوا بلي على أنه هذا هو. وهل هناك علاج في هذا؟ هناك علاجات اللي نقدر نقولوا أنها علاجات الأعراض أكثر من علاج تطور أعطيك الصحة المرض. أكثر من علاج تطور المرض. وهناك نقدر نقولوا حنايا
في هذه الحالة التكفل البسيكولوجي يلعب دور كبير جدا. صحيح. الحاجة الأولى نقول لهم باللي في أغلب الأحيان نقول لهم مالادي جونتي، قولوا جونتي ماهيش حاجة يعني اللي تضر بزاف، ماهيش حاجة اللي تقيس يعني الأعراض الداخلية قليلة نوعا ما. نعم. لأنه يصمت شوية يقلق شوية لكن ما يضرش، يعني مرض صامت صامت ولكنه يعني بالمقارنة مع الأمراض الأخرى أقل ضرر. أقل ضرر. نعم. أقل ضرر. وهناك أمراض أخرى مثلا البسات يعني نشوفها في العائلات بعض الأحيان في الجيران، وماذا عن الأمراض الأخرى أيضا؟ مثلا مرض بهجت لا مالادي دو بيسيت، دونك هو مرض التهاب نوجدوه يعني في الحوض الابيض المتوسط. نعم. باش نقول لها لا غو دو لا سوا، دونك طريق الحرير، ما يعرفوش يعني حتى انه بعض يعني المرضى مرضوا في 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 بلدان مثلا سكندنافيه ولا امريكيه ما عرفوش هذا لانه مش منتشر عندهم بكثره. صحيح صحيح صح. دونك هو اصلا سمي مرض دو بيسيت مرض بهجت نسبه الى الدكتور بهجت، هو تركي اللي اكتشفه. دونك جينيرالمون هو جاي اكتشف في تركيا، كاين في بلدان البحر الابيض المتوسط جنوب اوروبا. دونك فوالا هذا المرض هو مرض التهابي. دونك الوغ وشنو هو الاعراض الاساسيه؟ هي التقرحات لي زافت، التقرحات في منطقة الفم ولا في الجهاز التناسلي. دونك لي زافت يقدر يكون عنده أيضا في الجلد، يجي كيما حب الشباب فوالا سي تون بسودو فوليكوليت. يقدر يكون عنده أيضا ألم في المفاصل، يقدر يكون التهابات في العين، دونك التهابات متكررة. يقدر يتوشي الجهاز العصبي أيضا، دونك هذا أيضا مرض يتوشي الكثير من الأعضاء. ونقدر يكون عندنا التهاب في الشرايين، دونك يقدر يكون جلطة دماغية عند أن سوجي جون ولا تخثر الدم، دونك دي ترومبوز فينوس. دونك جينيرالمون يتوشي بزاف فئة الشباب بين 20 40 سنة وخاصة الرجال. فوالا دونك حنايا باغ كونطخ في مالاد لا مالادي دو بيسيت مرض بهجت ما عندناش أجسام مضادة، ما عندناش تحليل مشكل هنا في التشخيص. نعم. فوالا ما عندناش تحليل معين اللي راح يسمح لنا باش نتأكدوا من وجود الوغ سي دي زارغومون ستادير الاعراض هذه ديجا رساله نوجهها ماشي الجميع اللي عنده لي زاف اللي عنده التقرحات معناتها مالادي دو بيسيت، ستادير كاين عده اسباب تقدر تمد التقرحات. وكيفاش يعني تتجمعوا على انه سي ان بون دياغنوستيك؟ يعني جينيرالمون عندنا دي كريتير دو كلاسيفيكاسيون، عندنا ستادير سي مجموعه من المؤشرات والمؤشرات تاع الاعراض. فوالا يجينا المريض حنا نعاودوا نشوفوا نحو كاع نيليميني وكاع الاسباب اللي تقدر تمد هاد لي زافت هاد التقرحات، ومن بعد نشوفوا مثلا يكون عنده التهاب في العين بصفه متكرره مع التقرحات اكثر من 3 ايبيزود في العام، اكثر من 3 خطرات في العام، يكون عنده مثلا الالام في المفاصل. وكاين تحليل جيني هو راح يساعد سي اون اورينتاسيون يساعد باش نقولوا بلي. ولكن للاسف مشكل في هذا المحور البروتوكولات هل موجوده العلاجية أو البروتوكولات موجودة؟ كاين تطورات في هذا المجال، كاين أدوية باش تسمح للمريض يكون مستقر في المرض ديالو في برك يداوم عليها. ما هي نوع هذه الأدوية؟ هل هي حديثة بيوتكنولوجيا؟ نعم. هو الأدوية يعني متوفرة يعني الحمد لله، يعني في الجزائر هناك دواء لاكولشيسين هذه اللي يشربها الإنسان، هو مرض مزمن يعني يشربها مدى الحياة. هناك أيضا الكورتيكويد اللي عندهم بعض نقولوا لي زانديكاسيون بعض الحالات منافع. ونتمنى نوجهوا حنايا هنا رساله يعني مهمه جدا، لانه هذا البيسات يقيس العين يؤدي التهابات كبيره ويقدر يؤدي الى العمى، يعني اذا ما كانش التكفل يعني جيد. ونتمنى انه يكون تنسيق اكثر بين الاطباء الطب الداخلي واطباء العيون، لانه هناك ادويه يعني لابيوثيرابي يعني ادويه يعني مناعيه اللي نمدوها للمريض اذا كانت الإصابة يعني خطيرة. وفي بعض الأحيان يكون هناك يعني من ديفيكولتي يعني يكون صعوبة باش المريض يتحصل على هذيك الأدوية البيولوجية. ما بقاشنا لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، لكن في عجالة تكلمينا على موضوع الأطروحة مرض أيضا مناعي.
مرض ستيل. بالنسبة للمرض ستيل، هو مرض من الأمراض الالتهابية ولا أمراض اللي مالدي أوتو إنفلاماتوار، وهذا المرض يقيس الأطفال ويقيس الكبار. في زمان كانوا يقولوا باللي هما زوج أمراض مختلفة، مرض ستيل عند الطفل ومرض ستيل عند الأديولت عند الإنسان البالغ. اليوم هو نفس المرض، يعني أجمع الخبراء على أنه نفس المرض، ويعني الأعراض تاعو هي التهابات يعني على مستوى المفاصل، طفح جلدي، حمى كثيره. مرض ستيل لما يجي يكون حاضر بقوه، ما كانش هكذا فتره وين يريح يعني الانسان، يعني مده اسابيع يكون يعني مريض ويعني يكون فريش. وحنايا الحمد لله يعني درنا ان الغوريثم دو دياغنوستيك، يعني تم نشره وعطينا كيفيه تشخيص هذا المرض. واليوم نتمناو انه يكون تكون هناك يعني مركز يعني دو ريفيرونس في اون الجيري، مرجعي. نعم مرجعي اللي يدير التحاليل الجينيه. ونتمناو يكونوا ايضا هذا بالنسبه للابوغاتوار، يعني يكون مخبر يحلل هذا المرض. نعم جيني. يقوم نعم. بالتحاليل الجينيه، ويكونوا ايضا مراكز خبره بالنسبه للامراض هذه المناعيه اللي مرض اوتو ايمون اوتو انفلاماتوار في كل يعني جهات. نعم. يعني في الشرق في الغرب. نعم. لأنها أصبحت اليوم مهمة بروفيسور عباسي، كما أشرنا في البداية كانت أمراض نادرة شاذة، ولكن اليوم وحسبكم حسب العمل الدؤوب في المراكز الاستشفائية تقولوا أنه في تصاعد. اليوم نتكلم على 350 مليون مريض في العالم، يعني هذوم الأمراض هذوم اللي نعتبروها نادرة راهي كيما مرض السكري. إذا قلنا 350 مليون، يعني الإحصائيات اليوم راه يتقارب نفس العدد اللي مصابين به مرض السكري. لهذا يعني نعتبروه باللي مشكل صحة عمومية، لأنه المريض يعني التكفل والتشخيص والعلاج لازم يكون عنده مسار محدد. صحيح. يعرف المريض وين يروح. صحيح. سيما وأن بروفيسور عباسي هذه الأمراض تصيب مختلف الفئات العمرية، يعني الناس في تكون في مقتبل العمر، في الزواج، يعني المرأة تحمل وتكون عندها الأولاد، الشباب أيضا يعملوا، وبالتالي اليوم نظرة استشرافية تضع الجميع في الصورة حتى يكون التكفل الأنجع بهذه الفئة. صحيح. اليوم نتمنى أن يكون هناك سجل، يعني سجلات عند ديروجيستر وطني على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية بخصوص كل هذه الأمراض كل على حدة. يعني الرسالة للبروفيسور أبو عمرة أنه يتعاون مع الأخصائيين في هذا المجال حتى تكون عندكم خبرة، لأنه بروفيسور عباسي قلتي أنه هناك الأطروحات يعني جهوية تضع الإنسان في الصورة، يخص التنسيق مع الـNSP. صحيح. يعني يكون عندنا ريجيستر ناسيونال، وهذا خلينا أيضا نشاركوا على مستوى الدولي في الدراسات، يعني تكون عندنا ريجيستر ناسيونال وندخلوا في لي ريجيستر انترناسيونال، يكونوا نشاركوا في السجلات العالمية هذه باش تكون عندنا مساهمة جزائرية في هذه السجلات، وتصبح الجامعة الجزائرية مذكورة في الأبحاث، يعني في الأبحاث العالمية، ويكون المنشورات الطبية يكونوا خبراء جزائريين. نعم. وهذا حيرفع يعني قيمة الجامعة الجزائرية. نعم. حتى الدليل مهم جدا، لأنه قلتي دكتورة منذ قليل أنه عديد الأمراض يوصلوا إليكم في مراحل متقدمة، وأحيانا يجوا لغرض ما استشفائي حتى يعني تجدون أنه عندهم أمراض أخرى. اليوم دليل مهم جدا لفائدة الأطباء العامين حتى الأطباء المختصين. طبعا دليل قاعد مهم جدا باش تتوحد الاستراتيجية. نعم. الاستراتيجية هذه باش نشخصه تتوحد، وطبعا بلوس التشخيص يكون مبكر بلوس الدواء نحطوه بصفة مبكرة ونتفاداو المضاعفات الكثيرة واللي تقدر تكون في بعض الأحيان خطيرة. دونك الدليل يقعد أساسي ومهم. بديتوا فيه نوعا ما؟ طبعا هو الدليل راهو يعني أونكور، يعني راهم يديروا فيه حاليا على مستوى الوزارة،
المرأة، يعني هناك أساتذة في الطب الداخلي راهم يشاركوا في إعداد هذا الدليل، ونتمنوا أنه يخص يعني كل مرض على حدة باش يكون التوجيه يعني جيد على عند الطبيب العام وأيضا عند الطبيب المختص. والله فكرة جميلة كانت تحسب للجزائر لجنة الخبراء في كل الأمراض كانت في وزارة الصحة، نتمنى أن تفعل هذه. هناك لجان يعني تمشي على ما يرام، ولكن هناك بعض الأمراض يعني لا نجد فيها اجتهادا بالرغم من العمل تاعكم الدؤوب في 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 الميدان بروفيسور. صحيح، نتمنى يعني أنه تكون هذه اللجان لجان الخبراء تخص يعني كل اختصاص، يعني شاك ديسيبلين تكون عندها لجنة الخبراء، واللي تنسق عمل الخبراء على مستوى الولايات، واللي يكون عمل يعني منسق، وتكون أيضا التكوين وتكون يخرج بتقرير حتى تعطينا رؤية على ما يحدث ومعالم استراتيجية تبنى على هذه المعطيات. ومع تطور يعني التكنولوجيا وتوفر الانترنت انه تكون هناك يعني انسيت انترنت وان تكون كل مرة اكتواليزاسيون تحليل يعني المعلومات هذه، تحليل المعلومات واخر المعلومات واخر المستجدات اللي يتم يعني كل مرة طرحها للاطباء الجزائريين، واللي تتماشى مع يعني لي كونديسيون تاعنا اون الجيري. أليس كذلك دكتورة؟ طبعاً. لازم طبعاً. تكون هذه اللجان. عندي سؤال فيما يخص التغذية، هل هناك علاقة بين التغذية وهذه الأمراض؟ لأنه في ثقافتنا هناك يعني العديد من الحديث الجدات نافعة، يقول لك يعني الماكلة لازم تأكل مليح، لازم تأكل كل شيء بتوازن، هل هذه النظرة عندها مكانتها في هذه الأمراض؟ صحيح، يعني نبقاو نركزوا يعني احسنتي. انا الجدات يعني نحييهم من هذا المنبر، يعني احيانا كثيره يصيبونا. صحيح، هذه يعني الرساله نقولوا احنا شامله، تاكل يعني اكل متوازن، هذا يعني الرساله الاولى، اكل صحي، نركزوا دائما على نفس النقاط، خضر الفواكه زيت زيتون يعني راه عاده يعني هنا عندنا في الجزائر، نتفاداو كل يعني لي بوليس يعني التلوث التدخين الملوثات، يعني اللي رانا ساعات يعني يستعمل الانسان دي برودوي هكذا في المنزل يرد باله، يقدر يدير لابافيت يعني يتفادى استنشاق هذيك لي برودوي يعني تاع التنظيف في المنزل، ممكن تاثر على ممكن تاثر بطريقه سلبيه. بالنسبه للمواد الاخرى يعني كاين هناك ناس يقول لك الجلوتين الحليب هذا ياثر سلبيا على المناعه، ما كانش دراسات يعني مؤكده اللي تقول لك اليوم لا اللي ياكل الجلوتين يجيه مرض مناعي، ما عندناش معطيات هي هذه. نتكلموا احنا على المستوى الدولي، ما كانش هناك يعني دراسات جاده وين قال لك لا اللي يتناول الحليب ولا الجلوتين يصاب اكثر بالامراض المناعيه، يعني ما كانش الزام يعني في هذا الاطار، والانسان يعني يبقى يركز على الحاله النفسيه يعني المتوازنه، يبعد على التوتر على الاستخاس هذاك يكون بدينا به ونختموا به الاطمئنان. احنا نركز على حاجه مهمه جدا الاطمئنان، لا سيرينيتي يعني تحدث الرياحيه في صحيح يعني نفسيه الانسان وحتى في صحته. صحيح، يعني الانسان يركز على نقولوا احنا المكتسبات ويكون هناك امتنان على واش عنده يعني في دنيته، واش عنده يعني حوايج ايجابيه وحوايج يعني في حياته حوايج بوزيتيف يركز عليها اكثر من يركز على السلبيات واش خصو واش ما عندوش، لانها مهمه جدا في عمل الخلايا. صحيح صحيح صحيح، هذا بروفيسور عباسي التي قالت. صحيح، هذا حماية ضد الإصابة بالميكروبات، ضد الإصابة بالسرطانات، ضد الإصابة بالأمراض المناعية، يعني هذا مهم جدا. نبقى بعد شوية على الأكل الغير الصحي، ما نقولوش كلمة ممنوع لأن ممنوع مرغوب، نركزوا على أكلنا المتوسطي المتوازن وأيضا اللذيذ والشهي. دكتور مزيان،
طبعا دونك حنايا باغ اكزومبل توجور نهضروا على لي ريغل ايجينو ديتيتيك مهمين يدخلوا في التكفل ويدخلوا في لا بريزون شارج تاع المرض. دونك لازم الاكل يكون متوازن كما قال البروفيسور عباسي ريجيم ميديتيرانيان سي لو ميور ومن برا يقولوا هكذا صحيح فوالا الرياضه ممارسه الرياضه المشي تجنب التدخين نيفيتيو ستريس وفوالا والاشعه الشمس بعض الامراض خاصه بالنسبه للامراض المرضى اللي يتبعوا على الدئبه الحمراء. دونك اشعه الشمس تقدر هي اللي حديكلونشي اللي حد تاثر المرض باش يكون نشيط. دونك اشعه الشمس لازم يتفادوها لاقصى درجه. اظن انكما كفيتما ووفيتما في كل المعلومات الخاصه بهذه الامراض امراض المناعه. اليوم الاطباء اذا يناشدون ان يكون سجل وطني يحصي هذه الامراض حتى تكون لدينا فكره عن الاحصاء وبالتالي يعني التكفل. دليل أيضا هو اليوم في صدد الإعداد ولكن نأمل أن يكون دليل لكل مرض مناعي أليس كذلك دكتورة؟ إن شاء الله. ويعني فيما يخص أيضا الابتعاد عن كل ما قد يسبب لأنها عوامل كثيرة بروفيسور عوامل جينية وراثية والقلق. فنتمنى لكم كما قال البروفيسور عباسي الأريحية والثقة والبركة والصحة. شكرا بروفيسور عباسي. شكرا دكتورة. تعلمنا الكثير في حصة اليوم. شكرا لنبيلة ليف وأمال وكل الفرقة التقنية التي كانت معنا. نلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء. حضروا صحتكم. We'll be right back.